قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو إن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن البقاء في مدينة مينبي السورية، وأن تركيا سعت لاتفاق مع الولايات المتحدة دون غيرها، حيث تتمركز قوات أمريكية في المدن الاستراتيجية. يوما بعد يوم تتكشف طموحات تركيا الاستعمارية، حيث أعلن وزير الخارجية مولود شاووش أغلو أن أنقرة وواشنطن توصلت إلى تفاهم بشأن البقاء في منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المدينة بذريعة تأمين المنطقة. وزير الخارجية التركي قال إن أنقرة أرادت أن يكون التفاهم مع واشنطن دون غيرها، حيث تتمركز القوات التركية والأمريكية في مدينة منبج الاستراتيجية. إلى أبعد من منبج ذهبت أطماع أغلو، الذي أعلن أن تركيا ستسعى لتطبيق نموذج منبج على مناطق أخرى خاضعة أيضا لوحدات حماية الشعب الكردية. انتهاكات للجيش التركي في مدينة عفرين السورية بعد سيطرة القوات التركية عليها، وفرض عدة إجراءات أمنية من إغلاق للمداخل ومنع المدنيين من العودة إلى منازلهم، مضطرهم إلى التوجه إلى القرى المجاورة أملا في فتح المدينة أبوابها مرة أخرى. تصريحات المنظمات الدولية لم تخلو من فتح انتهاكات الجيش التركي في عفرين، حيث أكدت منظمة اليونيسيف أنه رغم مغادرة الآلاف من المدينة إلا أن هناك الكثير من المدنيين، نصفهم على الأقل من الأطفال. إدانات دولية تكشف خطايا تركيا في الاعتداء على عفرين. ففي ألمانيا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن سقوط آلاف الضحايا في عفرين الشمالية السورية غير مقبول، أزمة تلو الأخرى في معركة الخاسر الأكبر فيها المدنيون في عفرين.